جل التطورات الجارية في الميدان تؤشر إلى تأخر أمل حدوث انفراجة قريبة، فكل الأطراف تحشد قواتها وعتادها الحربية مع مرور الأيام. ففيما تتقاطر على كييف الأسلحة والمعدات العسكرية، ها هي دفعة جديدة من القوات الأمريكية تصل إلى رومانيا في إطار التعزيزات العسكرية الأمريكية لأعضاء الناتو. أما في الجانب الشمالي للحدود الأوكرانية الروسية، فتحولت إلى منطقة توتر تنتظر دق ساعة الصفر. هنا الاستعدادات ماضية على قدم وساق لاحتضان مناورات روسية بيلاروسية أطلق عليها اسم حزم الاتحاد، استعراض حربي للقدرات العسكرية. وفي خضم أجواء تتجه إلى أبعد من حدود الاشتباك السياسي، تمضي الجهود الدبلوماسية لإخماد نيران الأزمة الأوكرانية. إن الوضع لا يزال متوتراً لكن تحت السيطرة، والدبلوماسية تستمر في خفض التوترات. زخم دبلوماسي تدعمه روسيا أيضاً، التي بعثت ببارقة أمل ربما قد تخفف نيران التصعيد المحتدم، إذ كشف الكرملين عن بروز مؤشرات إيجابية على أن الحل لأوكرانيا يمكن أن يستند فقط إلى الالتزام باتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار في دونباس. وفي ظل تضارب منسوب التفاؤل على الأرض واستمرار قطار الحراك الدبلوماسي، يسعى البيت الأوروبي إلى توحيد صفه للحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة، مسعى أكد عليه كل من زعماء فرنسا وألمانيا وبولندا الذين جددوا دعمهم لسيادة أوكرانيا، فيما بدا ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أقل تفاؤلاً بشأن احتمال حدوث خرق قريب في الملف، واصفاً تطورات الأحداث بالأخطر في تاريخ أوروبا منذ الحرب الباردة.